أهلا بكم من جديد. نبدأ النشرة من الشأن المحلي، حيث كشفت شركة البحرين للاستثمار العقاري إدامة الذراع العقارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة عن التقدم في أعمال الردم الخاصة بموقع الجانب الغربي لمشروع سعادة في المحرق. وقد بيّنت الشركة أنها استكملت لغاية الآن نسبة 5% من عمليات الردم اللازمة في موقع المشروع من أجل تطوير الاستخدامات البحرية المختلفة. ويتكون مشروع سعادة من مساحة إجمالية تتجاوز 18 متر مربع، وسيوفر الجانب الغربي لمشروع سعادة منتزه بجانب المرفأ ومرافق للتسوق والترفيه، إضافة إلى مرفأ للمراكب. وقد أكد الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات محمود الكوهجي بأن تطوير مشروع سعادة يعكس التزام إدامة ببناء وجهات فريدة من نوعها تدعم حياة المجتمع. في خبر آخر، أعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري بأن حجم التداول العقاري في شهر يوليو قد بلغ حوالي 85,816,119 دينارا، وبنسبة زيادة حوالي 40% من نفس الشهر من العام الماضي 2016. كما بلغ حجم التداول العقاري منذ شهر يناير حتى شهر يوليو أكثر من 613 مليونا، علما بأن حجم التداول العقاري خلال النصف الأول من هذا العام 2017 قد بلغ حوالي 528 مليون و71 ألف دينار. وتجدر الإشارة إلى أن عقود البيع والشراء المبدئية التي يتم إبرامها في مكتب التوثيق التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ويتم على أساسها تسجيل العقار، تتيح فترة سنة كاملة للمشتري حتى يسجل العقار لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري. أظهرت بيانات رسمية نشرت حديثا تراجع إجمالي ودائع مصارف التجزئة في البحرين لنحو 16.3 مليار دينار حتى أبريل المنصرم، مسجلا تراجعا بنسبة 2.2% منذ مطلع العام الجاري 2017. وتشير أحدث بيانات نشرت فصلية لمصرف البحرين المركزي لشهر أبريل الماضي إلى أن التراجع في إجمالي ودائع مصارف التجزئة نتيجة لتراجع حجم الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 7% منذ مطلع العام الجاري لتصل 6.9 مليار دينار مقارنة ب 7.4 مليار دينار في يناير المنصرم. وبحسب الأرقام، تشكل الودائع المقومة بالعملات الأجنبية نحو 42% من إجمالي الميزانية الموحدة لودائع بنوك التجزئة، أما الودائع المقومة بالدينار البحريني فتشكل نحو 58% من إجمالي الميزانية الموحدة لودائع بنوك التجزئة. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة مشاهدينا مع أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم، ونبدأ بالسوق المالية السعودية والتي أغلقت عند مستوى 7209 نقاط بارتفاع بلغت نسبته 0.42%. أما بالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6900 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.21%. وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4492 نقطة، وكانت الخاسر الوحيد بالنسبة لتداولات هذا اليوم. ونأتي أخيرا لأداء بورصة البحرين والتي أقفلت عند مستوى 1312 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 1.3%. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2,051,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 389,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 54 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 51.27% من القيمة الإجمالية للأسهم. كما بلغ عدد وحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة ما نسبته 22.19% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.